يا هلا فيكم مشاهدينا من جديد، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات اللي بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. فعلا أهم لما شيء يتعلق بصحتنا لمية حقيقي، الواحد لازم يركز ويفكر 100,000 مرة قبل ما يعرف إيش بيأكل، لأنه موضوعنا أو خبرنا اليوم الأول عن الخضار والفواكه. قد سمعنا عنها كثير، قد ايش لها فائده كبيره وقد ايش بتساعد، لكن حقيقي الاحصاءات الموجوده عند اليوم الدراسات شيء صادم راح تدهشك عن الخضار والفواكه والوفاه المبكره. يقول لك قد تكون 5 حصص من الفاكهه والخضار يوميا جيده لجسم الانسان، لكن دراسه جديده اظهرت انه 10 حصص يمنع نحو 7.8 مليون حاله وفاه مبكره في جميع انحاء العالم. ابدا عدد ما هو بسيط، ومن خلال دراسه انه تناول 200 جرام تحديدا من الخضار والفواكه مرتبط بانخفاض مخاطر اصابه بامراض القلب بنسبه 16%، وكثير بنشوف عندنا مشاكل للناس حولنا في القلب. عندنا ايضا تنخفض نسبة الإصابة بالسكتة الدماغية، خلصنا من القلب ها، السكتة الدماغية تنخفض بنسبة 18%، وهي نسبة أبدا ما هي بسيطة. أما خطر الإصابة بالسرطان فينخفض بنسبة 4%، وأيضا تتراجع مخاطر الموت المبكر إجمالا بشكل عام بنسبة 15%. برضو في آخر دراسة أشيرت في نفس الخبر أنه يجب أن يتراكم البلاتيفولز من الخضروات والفواكه بشكل يومي وبشكل كبير بشكل يومي لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة والموت المبكر. كثير بنشوف عندنا مشاكل بيننا وبين نفسنا، سكر، ضغط قلب، كوليسترول وما إلى ذلك من هذه الأمور اللي احنا بنشوفها كل يوم. لو فعلا احنا حرصنا على تناول الخضار يوميا لعشر حصص يومين حنلاقي فرق كبير. بكل بساطة هم أشاروا لكذا خضار، قالوا يفضل أكل التفاح، الكمثرى، الحمض والفواكه عفوا، والحوامض والسلطات، وأيضا الخضروات الورقية زي السبانخ والهندباء، وأيضا الملفوف، القرنبيط والبروكلي. أقروا عن كل واحدة فيهم حقيقي حتلاقوا السحر حقيقي تراد، يعني نسب جدا كبيرة يعني ممكن تحافظ على صحتك من الخضار والفواكه. وفي ناس كثير للأسف ما بيهتموا لهذا الموضوع كثير، ويمكن قليل مننا اللي بيحاول أنه يأكل أو بيخلي حصص في وجبته اليومية مثلا فواكه أو خضار يعني. وفي ناس ما بيأكلوا أبدا، حتى الأطفال تعلموا يعني خلاص، يعني الأطفال حقيقي ما صاروا بيأكلوا الفواكه أو الأكل الصحي، يعني خلاص صاروا بيأكلوا فاست فود وخلاص، يعني ما بيأكلوا. أقول لك حاجة عن تجربة، الفترة اللي راح تعرفين أنا مرضت وكان عندي مشكلة إلى أنه نزل وجه، حتى وجهي نزل أنا وباين علي قد إيش فرق معايا. كلها من مشكلة يعني كان نظام الغذائي أنا صح الحمد لله، لكن صارت لي مشكلة خلتني رب الضارة النافع سبحان الله، خلتني أهتم أكثر بالفواكه والخضروات. حقيقي شيء مو طبيعي، فرق شاسع في نبضات قلبي، في حركتي، في تفاعلي، حتى في استيعابي مع الناس، في قوة نظري. هذه حاجات كثير أنا شخصيا يعني فرق لامستها حقيقي الفترة اللي راحت، الشهر اللي راح. فمن قلبي أقول لكم حقيقي غيروا نظام حياتكم. أكيد طبعا راح يجربوا وراح يقولون على التجربة معهم. ونروح لخبري الثاني، وأخيرا أصبح للمكفوفين ساعتهم الذكية، وطورت إحدى الشركات ساعة ذكية مصممة للمكفوفين تمكنهم من الإحساس بالوقت عن طريق لمس نقاط بارزة فيها، وأيضا سيبدأ بيعها في شهر مارس المقبل بعد أكثر من 3 سنوات من التطوير. وتعتمد الساعة الذكية الجديدة على طريقة برايل التقليدية مع واجهة تمتلك عدد من النقاط البارزة لتوصيل الرسائل والإرشادات لمرتديها، وأيضا تستخدم الساعة التي سيكون سعرها حوالي $320. تقنية فريدة من نوعها تعتمد على حاسة اللمس من خلال وجود جهاز يستخدم لعرض نظام برايل، يتكون من سلسلة من النقاط التي تصل إلى 4 أحرف يسهل التبديل بينها، وأيضا ما يسمح بقراءة الرسائل التي يتلقونها على هواتفهم الذكية. ويجب أيضا أن تتم مزامنة الساعة مع الهاتف الذكي باستخدام تقنية البلوتوث، كما يمكن التحكم في معدل التحديث لعرض الأحرف بسرعة متفاوتة، وقد تم تدعيمها بمنبه وأيضا تطبيق للدردشة، بالإضافة إلى بطارية قوية يمكن صمودها إلى 5 أيام. وأخيرا حقيقي انت بتقولي خبر انا مبتسم سعيد جدا يعني للمكفوفين بهذا الاختراع الجميل، حيساعدهم حيسهل لهم امورهم كثير جدا طبعاً. وشيء ممتع. طب انا بسالك سؤال، شيء برضه متعلق بالارقام،
تعرف ليش الرقم السري في الصرافات الآلية مكون من 4 أرقام بس؟ لا ليش ما كان مثلا اكثر؟ مو اكثر لما يكون عدد اكثر يكون سيفتي اكثر صح؟ بس اتوقع يعني 4 سهل الحفظ، انه سهل الواحد يتذكره وسهل الحفظ، كفايه 4 ارقام. شكلك تقرا بالجون شفرت ولا مرته ما اعرف شيء غريب. لا شكلي غاش الخبر. شكلك غاش الخبر ممكن. عموما ملايين من الاشخاص اللي بيستخدموا الاي تي امز الموجوده في شوارع المدن بشكل عام، منتشره في جميع انحاء العالم، وكمان بتسهل حياة الناس عشان يستخدموا ويسحبوا فلوس أو غيره من هذه الأمور. يعني كثير من الناس تسأل عن سبب تأليف الرمز السري من 4 أرقام فقط، ودائما متوقعين أنه كل ما زاد عدد الأرقام كل ما كان الحماية أعلى، ولكن جون شيفرد الرجل الاسكتلندي اللي اخترع هذا الأمر عام 1967 اخترع آلة الصراف الآلي، اخترع في البداية أنها تكون 6 أرقام أو مكون من 6 أرقام، ولكن احنا طبعا ماشيين على حسه وعلى حس زوجته الموقره. يقول لك عدم قدره زوجته كارولين على تذكر الارقام دفعه واحده اضطروا الى تعديل اختراعه وجعل الرقم السري اكثر سهوله. والله يعني عشان تعرفوا قد ايش احنا رجال يعني مضحين، العالم كله الان اصبح مضحي بسبب كارولين زوجة ديفيد وجون شيفرد. حقيقي مين ديفيد؟ حقيقي الواحد روميو جولييت صراحة العالي حقيقي أثروا عليهم كثير صراحة، أتوقع في عصرهم كان روميو جولييت صح؟ فعلا. بس حقيقي يعني شيء جميل، في النهاية 4 أسهل بكثير من 6 أرقام، حتى لو أشخاص كثير ممكن يصابوا بالزهايمر المبكر حيتذكروا الرقم السري. ليش يطراد؟ لأنه أكيد قالت خلاص لأنه أكيد في خبري الأخير راح أقول لكم سبب كبير يضاعف الإصابة بالزهايمر، وكلنا عارفين أنه الزهايمر مرتبط بالعمر، وكل ما كان الشخص كبير بالعمر ممكن تكون إصابته بمرض الزهايمر خطيرة جدا. ولكن عندنا سبب واضح وعن دراسة أكيد يقول أنه النوم الأكثر من 9 ساعات يوميا ممكن أن يضاعف الإصابة بمرض الزهايمر، وهذه حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن النوم الأكثر من 9 ساعات في الليلة يزيد فرص الإصابة بالزهايمر وخرف الشيخوخة. وأيضا كان الهدف من الدراسة في البداية تقويم عوامل خطر أمراض القلب والأوعية الدموية بين الأشخاص الذين يضطرون للنوم لأكثر من 9 ساعات، وأيضا طلب من المشاركين في الدراسة تدوين ساعات النوم في الليل، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين دأبوا على النوم لأكثر من 9 ساعات يومياً كانوا الأكثر عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة بلغت 33%. وأيضا وجد فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون بشكل منتظم أكثر من 9 ساعات يوميا كانوا أكثر احتمال للإصابة بالزهايمر بمعدل الضعف، وأيضا مقارنة بأولئك الذين ينامون بمعدل ساعات طبيعي يتراوح بين 7 ل 8 ساعات. وأيضا قالت قائدة فريق البحث أن الأشخاص الذين ينامون لفترات طويلة يوميا يحتاجون لتقييم ورصد لمشاكل التفكير والذاكرة. يعني بنشوف أشخاص كثير بيناموا أكثر من 9 ساعات يا جماعة في اليوم، 12 ساعة بتوصل ل 12 ساعة، بيقولوا لا طبيعي وإرهاق. لا أبدا مو طبيعي، النوم الطبيعي المتداول عليه هو النوم من 7 ل 8 ساعات يوميا، هذه يعني حاجة الجسم من النوم. ولكن الأشخاص اللي يناموا أكثر عندهم ممكن يكون مشاكل صحية لازم يراجعوا فيها طبيب واستشاري، أو بتكون عندهم حقيقي مشاكل كثيرة موجودة من تعب من إرهاق. ولكن لازم تنتبهوا في النهاية لأنه ممكن يضاعف الإصابة بمرض الزهايمر. حلو، يعني خلينا نكون واضحين أكثر، مو أي تعب وإرهاق يخليك تنام أكثر من 8 ساعات، هذا شيء طبيعي أو هذا مو طبيعي، لأنه ممكن أوقات تكون مشاكل في الجهاز الهضمي العصبي إيش ما يكون لابد يكون في تشيك عشان يصير منتظم. والله هذه نقطة تصدقي يبغى الواحد صدق، أنا ما كنت أنام مرة كثير يعني نوم العوافي بس لازم كنت أنام كثير يا جماعة والله يعني انفجعت دحين 7 ساعات الألارم راح أخليه من 7 ل 8 ساعات it's more than enough. يعني أنا أمس نايم تقريبا 10 ساعات قاعد يقول الحمد لله ارتحت. اي نومنا كويس، نومنا ارتحنا كثير. لا وصح لسه تعبان، شوفي الزياده هذه ترى اعتقد انه كسل، احنا ما حنكسل ابدا وحنكمل في ساعه. شباب ايش عندنا بعد الفاصل؟ عندنا الكثير، حنقول لكم اكيد بعد الفاصل لا تروحوا بعيد.